التونسي على مستوى التكوين. هناك فار تشيك في بطاقة حمراء لحسين بن عيادة بسبب هذه اللقطة الأخلاقية. نضال الطيف، نعم يقصي حسين بن عياد، بطاقة حمراء لحسين بن عيادة من النجم الرياضي الساحلي. الورقة الرابحة للإتوال في الشوط الثاني، شكل ورقة رابحة للمدرب قبال الرواتبي. دخول كان حاسم لحسين بن عيادة على الجهة اليمنى وفي تنفيذ الكرة الثابتة وفي تسجيل هدف التعادل. بن عيادة يسجل، يعبر عن فرحته بطريقة شاف فيها الحكم نضال الطيف وغرفة الفار أنها حركة ممكن لا أخلاقية، لهذا وجه البطاقة الحمراء وحالة طرد في الكلاسيكو. البطاقة الحمراء الثالثة للنجم بعد جاك مبي وياسين العمري. من الحكم وليد الجريدي أمام النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري، نضال الطيف يقصي حسين بن عياد مع هدف التعادل. هناك معطى النقص العددي للنجم الرياضي الساحلي فيما تبقى من زمن في هذه المباراة. نضال الطيف لطوال هو أكثر فريق زفر له في مشواره التحكيمي بين الدوري والكأس، 14 مباراة، 7 انتصارات للنجم مع نضال، 3 تعادلات، 4 هزايم. الترجي مع الطيف في 11 لقاء حقق الفوز 6 مرات مع تعادلين وثلاثة هزايم. نضال الطيف، حمد القسراوي، زرقاء، الإطار الطبي للترجي.